في الوجه والأثر للمبدع سيدي مصطفى سلمان. لقد شكلت إضمامة الوجه والأثر حقلا وجوديا ملغوما، حيث وجب على سالك هذا الحقل أن تحذل قدما القلم دهس لغم معرفي فتترنح باقي الألغام المعرفية لتتحلحل من بين حيث أبعادها الأسطورية والتاريخية والفلسفية والأدبية والسياسية إلى آخره. باختصار مختزل، فحبات تربة النصوص مشعلة وعلى تمام الأهبة للتشظي من أجل صوغ خريطة جديدة لعالم الكتاب. ولما كان الحال مربكا في الإمساك بتيمة مخصوصة لأنها متواششة بعوالم معرفية متداخلة حد التماهي تارة وقد تبدو سطحيا أنها الخبير المتشظي تارة ثانية، فإنني تلمست الركون إلى طوار معرفي اعتقدته ينسج حزاما متينا يلحم حسمة النصوص ويعود بها إلى منبعها الأصلي. وانسجاما مع ما سلف اهتدينا إلى الإمساك بثنائية الموت والحياة التي في رأينا تؤسس الأسس الصلب الذي ينبني عليه صرح المجموعة النصية. ولعل الوقفة الطللية التي يتشح بها العنوان يعتبر مدخلا لما كان ولما صمد وبقي، لما زال ومات، ولما ظل مقاوما وشاهدا. إنها أي الوقفة الطللية الوجه الحي للميت، الوقفة الطللية الوجه الحي للميت، إنها شاهد إثبات للنفي. فالوجه الذي سافر في غياهب الوجود ظل مشدودا إلى وتد الأثر، بل إن الأثر وجه